رئيس السيسي يتوقف لتبادل التحية مع أبناء الجالية المصرية في اسكتلندا. الحكومة تدعو للحصول على لقاح كورونا وتعلن خلال ساعات عن آليات تطعيم الشباب من 15 إلى 18 سنة. مفوضية الانتخابات الليبية تعلن عن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة والمقررة في ديسمبر المقبل. الثالثة عصرا الواحدة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع دعاء جد الحق. أهلا بك دعاء. أهلا بك شادي. ومشاهدينا الكرام، البداية بقمة المناخ في غلاسكو. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية مع المواطنين من الجالية المصرية في اسكتلندا، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي توقف أمام مقر إقامته لتبادل التحية مع الجالية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه. وفي كلمته بقمة الأمم المتحدة للمناخ بغلاسكو، نوه الرئيس السيسي بأن مصر أصدرت مؤخرا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار. بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه، ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكومياً إلى 50% بحلول عام 2025 و 100% بحلول عام 2030. فعلى سبيل المثال، تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة في مصر، ونعمل على وصولها إلى 42% حلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة. كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلاً عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة. كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. ولتمويل تلك المشروعات أصدرت مصر مؤخراً الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار. وحتى توضع هذه الجهود في إطارها المؤسسي، انتهت مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عام 2050، والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنياً، بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية ولمسعيها للتعافي من آثار جائحة كورونا وليست عبئاً عليها. شدد الرئيس السيسي على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه خاصة من التمويل، وطلب بوفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لصالح تمويل المناخ في الدول النامية. مثلما تدرك مصر واجباتها، فانها تعي حجم التحديات التي تواجهها كافه الدول الناميه. وهنا اود التاكيد على ان تنفيذ الدول الناميه لالتزاماتها في مواجهه تغير المناخ مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه، خاصه من التمويل الذي يعد حجر الزاويه والمحدد الرئيسي لقدره دولنا على رفع طموحها المناخي في إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس، والذي يتعين الحفاظ عليه لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة. وإننا نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح
وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل. ومن ثم فلا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لصالح تمويل المناخ في الدول النامية. ونؤكد على دعمنا لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح، وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد لما بعد 2025. ودعا الرئيس السيسي إلى ضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها. على الرغم من عدم مسؤوليتها عن أزمة المناخ، تواجه القارة الإفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. ومع ذلك تعد القارة نموذجاً لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها. ومن ثم تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تتطلع إلى استضافة الدورة القادمة لقمة المناخ لتعزيز عمل المناخ الدولي، وذلك الوصول إلى أهداف اتفاق باريس. إنني واثق أن المداولات التي ستشهدها قمتنا والنتائج التي ستخرج بها ستعبر عن التزامنا السياسي بمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية. كما أثق أن ذلك سوف يصل إلى وفودنا التي تستعد الآن لبدء التفاوض حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ليكون دافعاً ومحفزاً لها للخروج بنتائج إيجابية. كما أود الإعراب عن ترحيبنا بلجنة اختراق جلاسكو وبالتقارير التي ستصدر عنها، وكذلك دعمنا للرئاسة البريطانية للمؤتمر التي سنعمل معها على مدار الأيام والأشهر القادمة. وصولاً إلى الدورة القادمة للمؤتمر التي نتطلع إلى استضافتها في مصر باسم القارة الإفريقية، حيث سنسعى خلال رئاستنا إلى تعزيز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقاً لمصالح شعوب قارتنا وشعوب دول العالم أجمع. التقى الرئيس السيسي رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين الدكتورة جاكي تايلر، وذلك بمقر إقامته في مدينة غلاسغو على هامش قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة الكلية الملكية البريطانية أعربت عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخرا على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية في دعم التعليم والتدريب والتقييم المهني بالقطاع الطبي في مصر. وأكد الرئيس من جانبه اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، فضلا عن الارتقاء بالقطاع الطبي بالشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى، مشددا في هذا الصدد ببروتوكول التعاون مع الكلية الملكية البريطانية والذي يتيح إنشاء مقر لها في القاهرة. ثاني أيام زيارته لاسكتلندا، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة رؤساء الدول والحكومات والتي تعقد على هامش المؤتمر العالمي للمناخ بمدينة غلاسغو COP26، والذي يبحث كيفية احتواء أزمات المناخ وموجة الاحتباس الحراري المتسارع. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة وبمشاركة أكثر من 195 دولة تلبية لدعوة الأمم المتحدة وبحضور أكثر من 25,000 مشارك. وعلى هامش المؤتمر التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.
وقد ألقى السيد الرئيس كلمة مصر في المؤتمر، حيث شدد سيادته على أهمية التعاون الدولي بين كافة الدول لمواجهة خطر التغير المناخي والاحتباس الحراري. وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بروفيسور جاكي تايلر رئيس الكلية الملكية للجراحين بغلاسكو. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة الكلية الملكية البريطانية أعربت عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخراً على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية في دعم التعليم والتدريب والتقييم المهني بالقطاع الطبي في مصر، مؤكدة على عزم الكلية لإقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية، وذلك في ضوء ما يلمسونه من جهود السيد الرئيس اللافتة في دفع عملية التنمية والتطوير والبناء في كافة المجالات. تعهد أكثر من 100 زعيم عالمي بإنهاء إزالة الغابات وانحلال التربة بنهاية العقد الحالي، وذلك بدعم من أموال عامة وخاصة حجمها 19 مليار دولار للاستثمار في حماية الغابات وإعادة غطائها النباتي. ذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بارس جونسون أن إعلان غلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي سيغطي غابات تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 21 مليون كيلومتر مربع. ويقول معهد الموارد العالمية إن الغابات تمتص نحو 30% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، بما يحول دون تسببها في زيادة درجة حرارة الأرض. Our next steps will be truly defining. That is how I leave you today. As was so promptly indicated, may we all get in the same canoe. Using synergetic paddles to get us there as we move on this pathway. تعهد أكثر من 100 من قادة دول العالم باتخاذ إجراءات جدية للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك خلال اليوم الأول من فعاليات قمة الأمم المتحدة العالمية حول المناخ، وسط تحذيرات من تأثيرات استمرار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. بهدف مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها، اجتمع قادة دول العالم والعديد من المسؤولين في غلاسكو للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد خلال كلمته بالقمة أن العالم تراخى في القضاء على الوقود الأحفوري، وتراخى أيضا في تنفيذ مخرجات مؤتمر باريس والذي عقد منذ 6 سنوات مضت.
كفانا حرقا للوقود الأحفوري، كفانا حرقا للوقود الأحفوري المتمثل في وقود السيارات والفحم في المصانع وما إلى ذلك. إن المياه قد ارتفعت، حرارة الجو قد ارتفعت عن مكان عليه منذ 30 عاما. غابات الأمازون أصبحت أخشابا ولم تعد غابات جميلة كما كانت. إن هذه الظواهر جميعها تعطينا إشارة على مكمن الخطر التي أصبحنا نواجهه الآن. من جانبه حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن مخاطر ارتفاع درجة حرارة الأرض تنذر بتدمير العديد من المدن حول العالم. علينا الآن أن نتخذ إجراء حقيقيا يلتزم به الجميع هنا في غلاسكو في اسكتلندا. إن لدينا التكنولوجيا التي تمكننا من هذا، ولكن بالطبع لا نستطيع أن نقول إننا يمكننا أن نقضي على كل كافة هذه المشكلات دفعة واحدة أو مرة واحدة، فقد انتهى أوان ذلك، ولكن نستطيع أن نعالج هذه التحديات واحدا تلو الآخر. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن العالم تسبب في تلويث المناخ والبيئة ويتحتم عليه الآن تغيير ممارساته، كما شدد على أهمية تسخير التكنولوجيا لزيادة كفاءة الطاقة البديلة. الأسوأ هو الذي لم يحدث بعد إذا لم نتصرف ونغتنم هذه الفرصة. عندما نرى كارثة كهذه قد تحدث، لابد من القول إنه يمكن أن نحولها إلى فرصة ليس فقط لأمريكا وإنما للعالم. نحن في مرحلة فاصلة حاسمة في تاريخنا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألقى كلمة أيضاً، أكد خلالها أن قمة المناخ يجب أن تشهد الإيفاء بالتعهدات التي أطلقت في قمة باريس ومساعدة الدول الفقيرة بمواجهة تغير المناخ. تحدي هذا اليوم لنعرف ما إذا كان كوب 26 ستنجح أم لا هو نتائج عند منتصف الطريق. هدفنا هو 1.5 درجات من الآن وحتى نهاية القرن. قمة تأتي في توقيت مهم بالنسبة لملف التغيرات المناخية، وذلك بالتزامن مع جائحة كورونا. هاتفيا ينضم إلينا الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. بعد التحية لك دكتور، إذا نتحدث عن كلمة الرئيس السيسي في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو، عدة نقاط هامة ذكرها الرئيس من ضمنها أنه شدد على تنفيذ الدول لالتزاماتها فيما يتعلق بالتغير المناخي. الدول النامية عندما تنفذ ذلك فهذا مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه خاصة من التمويل، وطلب الدول الأخرى بالوفاء تعهداتها وهي 100 مليار دولار سنويا كما قال الأمين العام للأمم المتحدة. كيف رأيت هذه النقطة التي ذكرها الرئيس أولا؟ نقطة أساسية جدا وفي غاية الأهمية، لأنها ينعكس عليها مدى ومتى تنخفض درجة الحرارة، لأن انخفاض درجة الحرارة مرتبط بالتلوث البيئي، والتلوث البيئي مرتبط بالانبعاثات الكربونية، والانبعاثات الكربونية مرتبطة أيضا بالتكنولوجيا الحديثة، والتكنولوجيا محتاجة إلى تمويل، والتمويل لدى الدول الصناعية الكبرى. وبالتالي عشان المنظومة تكتمل ونتخلص بتدرج إلى أن ننتهي عند الصفر كربون، لابد من توفير التمويل اللازم لهذه الدول النامية، حيث أنها هي المتضرر الأول من هذه الانبعاثات الكربونية، على الرغم أن ليس لها ذنب في هذه الانبعاثات الكربونية، والذنب يقع على الدول الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى الذنب الأكبر عدم توفير التمويل اللازم لمثل هذه التكنولوجيا الحديثة والتي تتطلب تمويل عالي كبير لقيام المسطحات الخضراء والاستثمار والاقتصاد الأخضر في هذه الدول النامية إن شاء الله. دكتور، يعني غالبا ما تتحدث مصر نيابة عن القارة الإفريقية والدول النامية بشكل عام، وفي هذا الإطار أيضا قال الرئيس أو نوه إلى ضرورة منح القارة الإفريقية يمكن معاملة خاصة، وذلك في إطار اتفاق باريس للمناخ، بالنظر لوضع أفريقيا الخاص وحجم التحديات التي تواجهها.
التحديات بتواجه الدول الأفريقية أكثر مما تواجه أي دول أو أي قارة في العالم، لأن أفريقيا معظمها دول نامية، معظمها دول فقيرة ماليا، التكنولوجيا الحديثة لم تصلها بالقدر الكافي حتى تتمكن دول أفريقيا من الاقتصاد الأخضر. يعني هناك بعض الدول طبعا شمال أفريقيا تحديدا لديه من الإمكانيات الاقتصاد الأخضر، ولكن إمكانيات محدودة، وبالتالي تحتاج إلى تمويل أكبر حتى يتم الانتهاء من هذه الانبعاثات الكربونية. تحديدا هذه الدول النامية في أفريقيا هي الأكثر تضررا، هي الأكثر تأثرا بالانبعاثات الكربونية نظرا لموقعها الجغرافي. هناك شيء مهم جدا لابد أن العالم يعرفه وعلماء المناخ يعرفونه، دوران الأرض حول نفسها ومصاحب لها الغلاف الجوي يعطي هبوط من الهواء في طبقات الجو العليا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أفريقيا، ما يسمى بكوريوليس فورس أو قوة كوريوليس. هذه القوة الناتجة عن دوران الأرض حول نفسها وقوة الجذب بتصاحبها لو هناك من الرمادة البركانية أو هناك من التلوث البيئي في مناطق أوروبا، فبالتالي بيسقط على مناطق الجنوب أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا وأفريقيا، وبالتالي تحتاج أفريقيا إلى تكنولوجيا حديثة لمجابهة مثل هذه التغيرات المناخية. شكرا جزيلا لك دكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. تنادي الأمم المتحدة ونشطاء المناخ بضرورة التكاتف العالمي لمجابهة تطورات أزمة المناخ، حيث تعتبر القوى الصناعية الكبرى المسبب الرئيسي للأزمة. ويقول خبراء المناخ إن الدول الكبرى لم تتخذ ما يكفي من جهود مشددة لخفض انبعاثات الكربون. أكد وزير الري محمد عبد العاطي أن الندرة المائية تهدد خطط التنمية المستدامة في دول العالم، وفي كلمته بجلسة المياه محور رئيسي في خطط المناخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المناخ. أكد الوزير أن مصر من أكثر الدول التي تعاني من الجفاف والأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في العالم، وأشار إلى أن 95% من مشروعات وزارة الري تعتبر من ضمن مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية. أشاد المشاركون في احتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الأقصر، أشادوا بنجاح مصر في تنظيم هذا الحدث الدولي الهام والذي عقد يومي 30 و31 من أكتوبر تحت رعاية الرئيس السيسي. أكدت الوفود العربية والإفريقية والدولية والتي شاركت في جلسات وفعاليات الاحتفالية على أن اختيار مدينة الأقصر من جانب منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية لاستضافة الاحتفالية هو قرار صائب بعد الصورة الجميلة والرائعة التي ظهرت عليها والتنظيم الجيد.
ومن جانبه قال وزير التنمية المحلية إنه تم التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لرفع الأفكار والرؤى التي خرجت بها الجلسات التي شهدتها الاحتفالية إلى قمة الأمم المتحدة لرؤساء المدن والحكومات لتغير المناخ، والتي تعقد حاليا في مدينة غلاسغو لدراسة الاستفادة منها ولتطبيق وتنفيذ التوصيات. وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز المتوسط. ويعد منتدى غاز المتوسط وشرق المتوسط هو منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، ويهدف إلى تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نبيل القباج أن المسنين طاقة كبيرة لها خبرات متراكمة ويجب الاستفادة منها، وأشارت إلى أن مصر بها ما يقرب من 7 ملايين مسن بنسبة 7.1% من إجمالي السكان. جاء ذلك خلال مشاركتها في مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك بشأن أول مشروع قانون لحقوق المسنين، حيث أشارت إلى أن مشروع القانون يعمل على توفير الحماية الاجتماعية للمسنين فضلا عن الخدمة الصحية والتأهيلية الجيدة والرعاية النفسية وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى الحق في الحماية القانونية والقضائية لهم. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور. يهدف القانون الجديد لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق. المزيد في العرض التالي مع دانا مدحت. أهلا بكم. تعمل الدولة على تعديل قانون المرور لتحقيق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، إيمانا منها بتلبية متطلبات المواطنين ولتسهيل حياتهم والحفاظ على سلامتهم. هذا ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وذلك للحد من انتشار قيادة كافة المركبات دون أي محاذير أو شروط ووضع التزامات بشروط عالمية. ويحدد مشروع القانون مدة سريان رخصة القيادة والخاصة بالدرجات الآلية وإيجاد سند تشريعي ترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، ولتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات. كما يستهدف إعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة، مستهدفا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والتي أبرمتها مصر وما يترتب عليها من التزامات خاصة، وذلك بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل. هذا ويستهدف مشروع القانون استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات بكافة أنواعها وإيجاد شركة أو أكثر عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى هي الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات. ويتولى أيضا قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاذها، بالإضافة إلى تحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومية، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول تعديلات قانون المرور والذي سيساهم في عمل توقيع بروتوكولات مع دول العالم في مجال المرور ووفقا لطلبات المصريين بالخارج والتي لم تتمكن الدولة من تنفيذها لاختلاف الشروط المرورية.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية حضور الرئيس السيسي للدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي تكتسب زخما واسعا من حيث اهتمام العالم بقضايا تغير المناخ. وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أشار مدبولي إلى اللقاءات التي يجريها الرئيس السيسي في القمة، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر، ومشيرا إلى إشادات عدد من المسؤولين بما تحققه مصر من تقدم في مختلف المجالات، ولافتا إلى أن مصر تستعد لاستضافة قمة كوب 27 المناخ للمناخ العام المقبل في شرم الشيخ. مدبولي تناول أيضا الاحتفال بيوم المدن العالمي الذي احتضنته مدينة الأقصر، وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال الاحتفال أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل إلهاما لكل دول العالم في كيفية التصدي لإشكالية اتساع الفجوة بين المدن والريف بصورة متكاملة، وأن مصر تضع ملف التنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية. دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المواطنين لسرعة الحصول على لقاح كورونا. وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أكد مدبولي أن الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة بدعم كبير من الرئيس السيسي، مشددا على أنه لم يسمح بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى عمله أو طالب إلى جامعته بعد 15 من نوفمبر الجاري، لافتا إلى أنه جار حاليا التوسع في تخصيص مراكز لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية سعيا لاستكمال تطعيم المواطنين. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، كما وافق على عدة قرارات أخرى نستعرضها في سياق هذا العرض. أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية لشغل منصب رئيس الدولة والمقرر عقدها في ديسمبر المقبل. تضمنت الشروط أن يكون المترشح مسجلا بسجل الناخبين، وأن يزكى من قبل عدد لا يقل عن 5000 ناخب. كما تضمنت الشروط أن يقدم المرشح إقرارا بعدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه. في العراق، أكدت القوات المسلحة اتخاذ إجراءات عدة من شأنها أن تعزز من الأمن في ديالى والمحافظات الأخرى وإنفاذ القانون. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول إن هناك توجيهات عدة صدرت لفرض الأمن ولتطبيق القانون في محافظة ديالى، من بينها إرسال تعزيزات عسكرية، وكذلك تجديد الملاحقة على المطلوبين، وتنفيذ عمليات أمنية ضد بقايا داعش، واتباع استراتيجية استخباراتية جديدة. قال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع الإنساني شمال إثيوبيا. وحث فيلتمان جميع أطراف الصراع على إيجاد سبل لوقف التصعيد والسماح بدخول المساعدات، مشيرا إلى أن واشنطن ترى أن القيود الحكومية في الغالب هي التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية. دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جميع الأطراف المتحاربة في شمال إثيوبيا إلى وقف القتال، وشدد على ضرورة رفع الحصار للسماح بمرور المساعدات الإنسانية والامتناع عن ترويج خطاب الكراهية. قال
قالت المملكة المتحدة إن باريس أفرجت عن كركة بريطانية احتجزت الأسبوع الماضي في المياه الفرنسية، ورحبت لندن بقرار باريس التراجع عن الخلاف بشأن الصيد. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن المحادثات بين فرنسا والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية ستستأنف اليوم، واستبعد دخول تدابير انتقامية حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل. Previously accessed that during what's called the reference period. We've always been clear that we're open to further dialogue on that. أقرت مملكة البحرين الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال فوق 5 أعوام. وأفاد بيان المكتب الإعلامي لحكومة البحرين أنهم سيحصلون على جرعات من الشركة المصنعة لتلك الفئة العمرية اعتبارا من بداية 2022. سجلت روسيا حصيلة قياسية بإصابات كورونا خلال الساعات 24 الماضية، بلغت 1178 حالة. سجل فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا أيضا أكثر من 39 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل نحو 10,000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، حيث تعد هذه أدنى حصيلة إصابات تسجلها البلاد منذ أغسطس الماضي. بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابات 34 مليون حالة، وما يقرب من 500 حالة وفاة منذ تفشي الجائحة. أكدت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم حرص الدولة على أبنائها بالخارج باعتبارهم الكنز الحقيقي، فضلا عن السعي لضمان سلامتهم ومساندتهم في الأزمات عند تعرضهم لأي حوادث. تصريحات الوزيرة جاءت خلال اجتماع تنسيقي لبحث الخطوات التنفيذية لوثيقة التأمين للحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج ووضعها قيد التنفيذ، لافتة إلى أن الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لبدء التنفيذ الفعلي لوثيقة التأمين في يناير القادم. تتواصل أعمال القوافل الطبية المجانية بقرية الركبة بمحافظة أسوان، وشملت القافلة 9 عيادات إضافة لندوة تثقيفية، كما ضمت 47 شخص. نجحت القافلة في إجراء الفحص الطبي المجاني على عدد كبير من المواطنين وتحويل حالات أخرى للمستشفيات التي تستدعي عمليات جراحية أو إجراء أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تراجع الإنفاق الحكومي بشكل كبير على قطاعي الصحة والتعليم، وشدد المركز على أن هناك تطورا كبيرا وزيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم بشكل سنوي، حيث ارتفع حجم الإنفاق على قطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة ليصل إلى 108 مليارات و800 مليون جنيه مقارنة ب 93 مليار و500 مليون جنيه في الموازنة السابقة. كما ارتفع حجم الإنفاق على قطاع التعليم بالموازنة الجديدة إلى 172 مليار و600 مليون جنيه مقارنة ب 157 مليار و600 مليون جنيه. سجلت قناة السويس أعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة بمقدار 112 مليون طن خلال شهر أكتوبر الماضي، بارتفاع تجاوز مستوى 12% في العائدات بقيمة 551 مليون و100 ألف دولار. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنها شهدت عبور 17,000 سفينة بحمولات مليار طن خلال العشرة شهور الأولى من العام الجاري، وموضحا أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف كريم العمدة الخبير الاقتصادي. أستاذ كريم، بعد التحية، نقطتان نريد أن نتوقف عندها: عبور 17,000 سفينة بحمولات مليار طن، وأيضا أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، دلالة ذلك الأمر؟ طبعا يعني احنا هنا يجب ان نضع في الاعتبار ان قناة السويس يعني احدى اهم موارد النقد الاجنبي للدولة المصرية بتقريبا الرافد الثالث بعد تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة اللي كانت يعني فيها زيادة مستمرة. ولكن طبعا يعني احنا مرينا في عام 2020 بعام صعب على الجميع، حصل فيه تخفيض وانخفضت حجم التجارة العالمية، وبحكم ان هي قناة السويس هي الشريان الاساسي للتجارة العالمية، وايضا يعني احنا دايما بنتكلم ان حجم ان ما يقترب من 10% او 11% من حجم التجارة العالمية بيمر عن طريق قناة السويس، ومع انخفاض اسعار البترول اللي حصلت فحصلت زي ما النوع يعني حصل نوع من انواع صدمة لإيرادات القناة. ولكن طبعا احنا هنا يعني بنتحدث عن لماذا قناة السويس يعني رغم الظروف الصعبة إيراداتها ارتفعت. طبعا ده نتيجة مجموعة من العوامل، يمكن جاء على رأسها ان هي يعني الشريان الاهم في العالم، ايضا كانت السياسة السعرية المرنة اللي انتهجتها هيئة قناة السويس في التعامل مع الازمات الصعبة اللي مرينا بيها سواء هذا العام او العام السابق، وده حتى انعكس على لغة الارقام. يعني حضرتك زي ما اشرت ان خلال اول 10 شهور من عام 2020 وصلت حمولة قناة السويس ما يقترب من المليار طن. طبعا يعني برضو يعني للذي لا يعلم، كانت حمولة اللي مرت في عام 2020 بكامل مليار و200 طن، يعني احنا تقريبا في عام 2021 قد نتجاوز هذا الرقم، يعني وبنهايه هذا العام ممكن يعني يكون حموله قناه السويس قد تصل اكثر من مليار و200 مليون طن، يعني يمكن اكثر من العام السابق. ايضا كان حتى عام 2020 قد ايرادات قناه السويس ارتفعت بما يقترب من 100 مليون ولا حاجه عن عام 2019. واظن ان مع يعني تعافي اسواق التجاره العالميه وتعافي اسعار البترول والغاز الطبيعي، وبالتالي سوف تنشط حركه في قناه السويس نتيجه يعني الحاويات التي او حاملات النفط العملاق ذهابا وإيابا من الصين إلى أوروبا وخلافه، كل تلك العوامل المجتمعة سوف تساهم بشكل كبير إن يعني يمكن تتحسن إيرادات قناة السويس في هذا العام عن العام الذي السابق والذي يسبقه، بالإضافة إلى أن طبعا يعني أنا قلت إن بالإضافة لأن حضرتك يا أستاذ كريم ذكرت نقطة هامة جدا، أنه أيضا هناك مرونة، ولا ننكر أيضا أن هناك تطوير دائم للقناة. طبعا احنا هنا برضو يعني يجب ان نضع في الاعتبار نقطة مهمة، ان احنا يعني التعلم من الاخطاء والتعامل مع التحديات، وهنا ما نقول نتعلم من الاخطاء دي حاجة يعني مش عيب، ولكن احنا برضو لازم نذكر ان كان في 2017 يعني يمكن ما كانش في مرونة في اسعار مرور السفن في قناة السويس، ده اللي ترتب عليه ان كان في مجموعة من خطوط الملاحية غادرت قناة السويس وراحت خطوط اخرى، ولكن طبعا تم التحسين والتعديل على كده وعملنا سياسة سعرية مرنة، يعني تم عمل تخفيض لبعض الخطوط البحرية على سبيل المثال، الخطوط اللي جاية من غرب أوروبا إلى الصين وهونج كونج وكوريا، وأيضا حتى كان ولأول مرة ابتدينا نجذب خطوط ملاحية جديدة من الساحل الشرقي الأمريكي إلى آسيا، وده طبعا كانت الخطوط دي بتفضل قناة بنما، وكان عمرها ما بتفكر يعني نتيجة عدم وجود جدوى اقتصادية إنها تمر من قناة السويس. فإحنا شفنا إن من عام 2018 و19 و20 انتهاك سياسة سعرية مرنة جديدة، وده احنا اللي بنطلبه انك انت ازاي تتعامل مع الازمة وتفك حالة الجمود، ده اللي ترتب عليه التحسن الكبير اللي حصل في ايرادات قناة السويس، ان اصبح لديك خطوط ملاحية بتأتي من الساحل الشرق الامريكي وتذهب الى الصين تمر عن طريق قناة السويس، تم عمل تخفيض لتلك السفن، يعني دايما بيكون في حوافز بتخفيض وفقا للحمولة وحجم السفينة وايضا المسار، انت جاي منين؟ فانت لما تيجي من امريكا من الولايات المتحدة الى الصين وتمر من قناة السويس تعمل تخفيض قد يصل الى 50% و60%، فبالتالي انت بيكون المرور من قناه السويس افضل لك، فانت بتجذب عدد كبير من الخطوط الملاحيه الكبيره اللي بتنعكس على ادت عوامل ادت الى هذه الارقام. استاذ كريم العمده الخبير الاقتصادي، جزيل الشكر لحضرتك. اعلن محمد برايا نائب رئيس الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس للمنطقه الشماليه المزايا والحوافز الاستثماريه التي تتمتع بها موانئ المنطقه مقارنه بمثيلاتها. جاء ذلك خلال فعالية استراتيجية تطوير الموانئ وتعزيز الخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية، والتي عقدت داخل الجناح المصري بمعرض أكسبو 2020 دبي.
والتي شارك بالحضور فيها بعض المستثمرين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار. وعرض نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز التشجيعية التي تقدم للخطوط الملاحية لموانئ المنطقة، فضلا عن المزايا الأخرى التي تقدمها المنطقة لعملائها. وإلى الأخبار الرياضية، حيث قرر المدير الفني لفريق الأهلي بيتسو موسيماني انتظام الفريق في معسكر مغلق غدا الأربعاء استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز. من المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق المرج يوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد للقاء القمة. كما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الدخول في معسكر مغلق تحضيرا لمواجهة الأهلي. يخوض الزمالك آخر تدريباته بملعبه عبد اللطيف بورجيلة غدا الأربعاء على أن ينتظم الفريق في معسكره المغلق عقب نهاية المران مباشرة. حقق الزمالك الفوز في أول جولتين بمسابقة الدوري على حساب أنفي وطلائع الجيش. فاز الدولي المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي، والمزيد في هذا التقرير. الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول يواصل حصد الجوائز وتحقيق الأرقام الفردية على الملاعب الإنجليزية، وذلك بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج عن شهر أكتوبر الماضي وفقا لتقييم موقع هوسكورد العالمي. الموقع العالمي اختار صلاح كأفضل لاعب بعدما حصل على أعلى تقييم ب 8.94 ونجاحه في تسجيل 5 أهداف منها 3 في شباك مانشستر يونايتد. وأوضح الموقع المتخصص في الإحصائيات أن صلاح ساهم بشكل مباشر في تسجيل هدف في كل ظهور بالدوري في أكتوبر، وسدد 17 كرة على المرمى وصنع 8 فرص محققة للتسجيل وقام ب 11 مراوغة ناجحة. وفي تصريحات نشرتها صحيفة ليفربول إيكو، أكد النجم المصري أنه يريد الفوز بأكبر عدد من الألقاب مع فريقه، وقال صلاح أنه يشعر بالسعادة حين يعتبره الجمهور واحدا من أعظم الهدافين في تاريخ الريدز، ويتصدر محمد صلاح قائمة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف متفوقا على أبرز نجوم العالم. أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق، وكان توتنهام قد أعلن عن إقالته نونو سانتو من منصبه كمدير فني بعد تراجع نتائج الفريق خلال الست جولات الأخيرة. يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا على أتلانتا الإيطالي اليوم ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. يتصدر ألمان يونايتد المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، وأتي فياريال الإسباني في المركز الثاني بأربع نقاط وبنفس الرصيد يحل أتلانتا ثالثا، بينما يتذيل يونغ بويز السويسري الترتيب برصيد 3 نقاط. يواجه برشلونة اليوم ديانامو كييف في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. يحتل برشلونة المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط خلف بايرن ميونخ صاحب الصدارة ب9 نقاط، بينما يأتي بنفيكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
نعت الدكتورة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نعت المطرب السوري صباح فخري والذي وفته المنية عن عمر يناهز 88 عام. قدمت الوزيرة عزائها للشعب السوري ولأسرة الفقيد وموضحة أن الفنان الراحل يعد أحد رموز وأعمدة الطرب العربي الأصيل، واستطاع أن يقدم أسلوب غنائي جذب من خلاله قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي. ختام النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يتوقف لتبادل التحية مع أبناء الجالية المصرية في اسكتلندا. الحكومة تدعو للحصول على لقاح كورونا وتعلن خلال ساعات عن آلية تطعيم الشباب من 15 إلى 18 عام. مفوضية الانتخابات الليبية تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة والمقررة في ديسمبر المقبل. والمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت وهو extranews.tv. كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا لحضرتكم وإلى اللقاء.